اخويا ميمو السلام عليكم. والله يا اخويا ميمو حبيت لك الفيديو هذا خاطر اخويا ما لقيت بها يعني فهمتني. الحاصيل اخويا جيت لبريشيا معناها فهمتني. جيت لبريشيا حولت بلاد كنت في سيسيليا حبيت نشوف زهري اخويا كي ايتها الناس بوراقي واموري مريقله يا خويا. اش ماشي نقول لك فهمتني. والله صدقني انا لحد الان نمشي للوفيش نتاع اللافورا فهمتني. مش نقول لك معناتها هذا انا بوراقي معناتها لا نخلي معناتها انسان حارق وكذا فهمتني. ربي يكون في عون الناس وكل كي. يا خويا اش ماشي نقول لك سيدي درت 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 اقسم بالله رجلي تحت والله. لا خليت بلاصه ما فيهاش وفيش بتاع خدمه ومشيت لها صبيت السي في نتاعي معناتها الحوايج اللي خدمتها لا مش نزيد لا مش نقص فاهمني. خويا قعد لي الامل الوحيد كان ربي سبحانه وانت فاهمني. كان اخويا ثم ناس الخير فاهمني و معناها ومازالت الخير في الدنيا فاهمني. كان اخويا تعمل مزية على اخوك هبط لي الفيديو ثم شولة تحليل في بريشيا نسكن برا شوية من بريشيا. كان خويا ثم ولد تحليل اخويا يخدمني نخدم مع البليش فهمني نخدم اي حي مرمى في سباريات في يدي غير هيك برك خويا. والله هاني هات تشوف ها الواحد يدور يقول لي هذا يقول خلي السي في نتاعك ومن بعد ما يكلمك معناتها ما فهمناش مثلا مش متحركة الحسة هكا ولا كيفاه. بالرغم معناتها معليش كيما حكيت لك بوي راقي اموري مريقلة اخي الحمد لله يا ربي فهمتني خويا. واش ماشي نقول لك فهمني. كان ثم واحد ولد تحليل يرحم والديك ووالديه يخدمنا فهمتني. وخويا وخوك خاتيه معناها فهمتني. انا سكنة مريقلة نسكن مع واحد ولد بلاد ربي يكثر خيره ويرحم والدين الناس فهمتني. خويا ناقصتني خدمه كان ثم ولد تحليل يخدمنا يرحم والدك. وشكرا يا اخويا وان شاء الله نهاركم طيب يا سيدي.